حراك إيجابي تشهده العلاقات المصرية التركية حالياً. تجاوزت معه القاهرة وأنقرة مرحلة استئناف العلاقات الدبلوماسية إلى تعزيز التعاون بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. الخطوة المرحلية الأولى لإعادة بناء العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا جاءت في مشهد مصافحة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان خلال افتتاح مونديال كأس العالم بقطر 2022 وما تبعها من اتصالات بين الرئيسين في مناسبات عدة. وكان لتضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق وتقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار كارثة الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا العام الماضي، أثر إيجابي في دفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب وأوسع. وخلال الفترة الأخيرة تبادل الجانبان رسائل دبلوماسية إيجابية تمحورت جميعها حول أهمية استعادة مسار العلاقات الثنائية بالنظر إلى البعد الاستراتيجي للدولتين وثقلهما السياسي في المنطقة. وأخذت العلاقات بين البلدين منحاً إيجابياً متصاعداً أتى أكله برفع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء ليعلن مرحلة جديدة من ترفيع العلاقات بما يحقق المصلحة المشتركة على المستويات كافة. وفي وقت تتعاظم فيه التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط، كان لابد من تنسيق مشترك بين البلدين من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، حيث يؤكد مراقبون أن التقارب المصري التركي سيكون أحد دعائم استقرار الإقليم. العلاقات المصرية التركية عادت وبقوة وفق خطوات محسوبة بدقة بين قطبين كبيرين إقليمياً ودولياً، وهو ما يمثل طفرة في تحقيق التنمية المستدامة وجني ثمار السلام بعيداً عن التجاذبات السياسية وتضارب المصالح.